شكرا على وجودكم قناة الأهلي ومتابعتكم. النهاردة طبعا يعني يمكن عرس صحفي رياضي كبير جدا مكمل لأهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة. احنا في الحقيقة يعني توجهات الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس ان انتقاء الموهبة وتطوير قدراتها، كمان التنمية البشرية واستراتيجية بناء الإنسان المصري، دي كلها مقومات خرج منها فكرة في الحقيقة الأستاذ محمود شوقي، يعني هم ملقبينه بالشاب صائد الجوائز. جه يتكلم معانا في الفكرة، لينا رؤية في وزارة الشباب والرياضة، الفكرة المبدعة بنقول لصاحبها تعالى أنت تبقى مدير مشروع بتاعها تنفذها. في الحقيقة انطلقت من هنا، بدأنا إن احنا نحطها في برين ستورمينج ومجموعة نفكر مع بعض كلنا، عصف ذهني، وبعدين يعني زي علوم الإدارة بتقول كده ثينك تانكس، حطها في مجموعة أكبر، قدرنا إن احنا نوصل لمنهجية. محصلتها عشان ما نتكلمش فيها خطوات كتيرة، يعني النهاردة كان حاجة جميلة جدا مبدعة، كمان الجانب الاجتماعي منها عالي جدا، نلتقي بالأجيال المختلفة بالشكل ده حاجة يعني إن شاء الله تكمل ونطورها، وهنعمل اجتماع تاني للقيادات اللي موجودة ولجان التحكيم المختلفة وأجيال مختلفة، ونقول لهم ونسألهم ونجيب كمان اللي فازوا وعلى مراحل مختلفة عشان محمود معانا، ونبدأ نسأل أسئلة أهمها الخطوة التالية إيه؟ هنطور الفكرة إزاي؟ لأن لازم تكون الفكرة دي فكرة منافسة لأي جائزة تانية على مستوى المنطقة، إن شاء الله نكون أفضل وأكبر بإذن الله. مبسوط جدا جدا إن أنا بتكرم النهاردة بتكريم رسمي من الدولة من وزارة الشباب والرياضة، وحاجة بالنسبة لي أنا بفتخر بيها جدا، وبتديني دافع إن أنا أبقى أفضل وأبقى أفضل عشان أتطور بشكل أكبر. أنا لسه ما عملتش حاجة خالص، أنا عندي طموح كبير جدا جدا في الإعلام. طبعا بشكر ربنا في الأول وفي الآخر، وأهلي اللي هم وقفوا جنبي كتير جدا، وناس كتير جدا سندوني في المهنه دي. ابتديت كنت تريننج كمراسل الاول، واللي اداني الستيب ده كان الاستاذ جمال جبر مدير اداره الاعلام بالنادي الاهلي، وبعد كده اللي اداني الدفعه بشكل اكبر وشكل قوي جدا مع الاستاذ جمال جبر كان المهندس عادل القيعي واستاذ ابراهيم منيسي في حلقه من الحلقات كده ملك وكتابه، وانا مراسل اشادوا بيا بشكل كبير، ده اداني دافع كبير قوي ان انا ابقى افضل وان انا اوصل لاهدافي اللي انا لسه ما حققتهاش خالص. بس طبعا في ناس كتير جدا انا عايز اشكرهم ومش عايز انسى حد، استاذ ايمن بدره اول من دخلني الاستوديو في القناه، بعديها باسبوع جه استاذ خالد توحيد الله يرحمه، الدكتور خالد توحيد الله يرحمه صدق على القرار، يعني الراجل اتفرج وخد القرار ان امير يفضل موجود في الاستوديو، ربنا يرحمه يا رب، ليه فضل كبير ايضا عليا. كابتن احمد شبير من الناس اللي ادتني دافع كبير جدا في المهنه دي برده، فانا مبسوط قوي، ولازم اوجه كل شكر طبعا لجمهور النادي الاهلي بشكل كامل، لان قناه النادي الاهلي دايما وراها جمهور، وان اي حاجه بتشيل اسم النادي الاهلي بيبقى ليها جمهور، الجمهور ده اللي بيكبر اي حد طبعا، ده شيء مفروغ منه. وشكر خاص لقناه النادي نفسها، لان انا اتولدت في القناه دي وبسببها يعني ممكن الاسم بتاعي يبقى معروف شويه، لكن ان شاء الله باذن الله انا عندي اهداف كتير باذن الله احققها باذن الله. بص انا عايز اشكر كل زمايلي اللي في القناه كلهم، انت فاروق، في ناس كتير جدا زمايلي المراسلين اللي انا كنت معاهم مقدمين البرامج الموجودين دلوقتي، طبعا في قيمات كبيره جدا كمقدمين برامج احنا بنتعلم منهم موجودين سواء في القناه او بره القناه، الواحد دايما بيبقى عايز يتعلم ويتطور، ده شيء مهم جدا. برنامج كلام في الميديا انا بالنسبه لي كنت باخد يوم واحد في الاسبوع، واحده واحده ربنا اراد ان انا اخد البرنامج كله. يعني دكتور محمد العدل لازم اشكره، لان الراجل بينتقدني كتير جدا، فانتقاده ده بجد بيديني دافع قوي، وهو لما بينتقدني بيبقى عايزني ان انا اتطور وان انا ابقى افضل، فانا ايضا بشكره. ولازم اشكر كل زمايلي، استاذ محمد الوسي، استاذ ايمن بدره، كمان فريق الاعداد اللي معايا في برنامج كلام في الميديا ليهم دور كبير قوي، عمرو فهمي، كريم صلاح، نادين، احمد عبد القادر، ساره، احمد شهاب، ناس كتير جدا بيتعبوا في البرنامج ده، واحنا دايما بنبقى نفسنا ان احنا نعمل حاجه تبقى كويسه يلبست منها المشاهد الاهلاوي ومشاهد الكره واللي بيحب الكره بشكل عام في مصر. يعني احنا امام جائزه شبابيه 100%، وزاره الشباب والرياضه بتكرم الشباب اقل من 40 سنه، اول مره تصدر جائزه صحفيه واعلاميه للشباب في مجال الشباب والرياضه في مجال الاعلام الرياضي. احنا امام حاجه فريده من نوعها. الحمد لله تحمست الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة والدكتور المحترم أشرف صبحي للفكرة من بداية المشوار. وصلنا النهاردة إلى اليوم الختامي ويوم التكريم، وأنت شايف الفرحة عاملة إزاي بين المكرمين واللي فايزين. كمان ما نسيناش الرواد، كرمنا الرواد، وكمان من فقدناهم
في الفتره الاخيره استاذ خالد توحيد والمعلق محمد السباعي، كرمناهم بشكل يليق بهم بشكل كبير، الى جانب كبار النقاد الرياضيين والصحفيين اعضاء لجان التحكيم اللي اصلوا الجائزه بوجودهم، قامات كبيره جدا. طبعا المسرح كان مرعب على حد تعبير الوزير النهارده في وجود هذه القامات الصحفيه والاعلاميه الكبيره. انا فخور بما حدث وبشكر الوزير طبعا لتحمسه للفكره وللتنفيذ، والوزاره تعبت كتير جدا للحين خروج الموضوع للنور. ببارك للزملاء الاعزاء، كل جهد يكلل بالنجاح بينسيك كل اللي فات. احنا تعبنا بجد في الجائزه دي وبذلنا جهد محترم، والحمد لله الفرحه اللي في الوجوه وفي العيون منسيانا اي جهد، الحمد لله.